السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هكلمكم عن لويجي كورنارو. لويجي كورنارو ده أحد النبلاء في العصر القديم، تقريبا سنة 1467. كان عايش في البندقية، كان من نبلاء فينيسيا. والناس في المستويات العالية دي، طبقة النبلاء، كانوا بيعيشوا الملذات بكل أشكالها، ويلبسوا الحرير ويعملوا الولائم وقوائم الطعام والخيول والرياضة والسباحة، يعني انغماس في الملذات على الآخر. المهم لويجي كورنارو ده، أنا هتكلم شوية بسيطة عن القوائم الطعام اللي كانت موجودة عندهم، وطبعا هتكون مليانة بالدسم والعسل والفواكه الكتير والمشويات والحاجات دي. فالقوائم اللي من النوع ده كانت بتبقى طبعا بتعرض الناس دي للأمراض، وكان بيبقى متوسط عمر النبلاء دول في حدود 40-50 سنة، ما بيعيشوش أكتر من كده. لما لويجي كورنارو ده جه لسن قرب 40 تعب، ففكر ان هو يتعلم من الحياة، وعمل نظام غذائي، وكذلك عمل كتاب من 4 مجلدات عن نظامه الغذائي. لويجي كورنارو عاش 102 سنة، عاش 102 سنة بفضل النظام الغذائي اللي هو عمله لنفسه. الناس في العصور القديمة كانت بتشرب مسحوق الذهب. دلوقتي في العصور الحديثة الناس اللي عندها روماتيزم وروماتويد بتاخد حقن الذهب علشان تقدر تتحمل الآلام، وده بيكون أصلا العلاج بتاع الروماتويد أو الروماتيزم. فتخيلوا إن من زمان كانوا الأثرياء بس هم اللي بياخدوا الموضوع ده، وكان بيبقى على سبيل الترف.